فقرة من ذهب. ليه فقرة من ذهب؟ لأن ضيفنا اللي هيكون معانا فيها هو ضيف من ذهب قدر اللي هو يحصد 5 ميداليات ذهبية. بنتكلم على 4 ميداليات ذهبية في إفريقيا، وامبارح حقق ميدالية في بطولة البحر المتوسط. بنتكلم عن محمد عبد الموجود اللي قدر اللي هو يحقق ميدالية ذهبية في منافسات الجودو بعد منافسة صعبة جدا، لكنه كان قد التحدي وقدر ان هو يحصل على الميدالية الذهبية. صباح الخير يا محمد. صباح النور استاذ احمد. يعني في الاول الف الف مبروك، ودايما قد التحدي. انت بتنافس على وزن 66 كيلو، ده يعني تاني وزن تقريبا من اوزان الجودو، صح؟ صح بالظبط كده. طيب ايه اللي بيميز الوزن ده بقى؟ لان دايما الفكر السائد لدى المتابعين لبطوله او العاب الجودو بيقول اللي هي بطوله دايما المنافس فيها بيكون صاحب وزن تقيل، وفي الحقيقه هو الفكر ده فكر مغلوط لان فيها عدد من الاوزان المختلفه. ايه اللي بيميز الوزن الخاص بيك الاول 66 كيلو عن الاوزان الاخرى؟ والله بص، عامه هو في لعبه الجودو الموازين الخفيفه طول عمرها جامده، يعني جامده جدا يعني في الالعاب الفرديه. عشان سرعه الحركه فيها. ايه؟ عشان سرعه الحركه فيها. بالظبط كده. سرعه الحركه وامكانيات بتبقى لازم امكانيات كبيره جدا تبقى للعيب علشان يبقى على مستوى عالمي طبعا. فالحمد لله احنا يعني الميزان ده طبعا يعني انا حبيته جدا. شفت لعيبه كبيره جدا في الميزان ده ما شاء الله، يعني قعدت اتابع ناس كتير فيه. قدرت اوصل الحمد لله لمستوى عالمي في الميزان ده، والحمد لله رب العالمين. يعني انا قد يعني حطيت نفسي ان انا اكون من احسن الناس في العالم في الميزان ده. يعني ما شاء الله يا محمد، ويعني كنت قد التحدي ده، الف مبروك الذهب. وعايز اعرف انت المره اللي فاتت في دوره العاب البحر المتوسط اخذت مركز خامس، المره دي حققت الذهب. من المره اللي فاتت للمره دي انت غيرت ايه في تمرينك وجهزت نفسك ازاي للبطوله؟ والله المره اللي فاتت طبعا خدت خامس. طبعا يعني وطبعا احنا طورنا من نفسنا، طبعا قعدنا نشتغل على نقط الضعف مع الجهاز الفني طبعا. بدانا برضو نطور من نفسنا معسكرات خارجيه. انت بتتمرن فين يا محمد اصلا؟ انا بتمرن في اسكندريه في المؤسسه العسكريه. زي باسنت. بالظبط كده. يعني في الحقيقه احنا شايفين المؤسسه العسكريه عامله مجهود جبار في تاهيل ورفع كفاءه يعني الابطال بقى اللي قدروا اللي هم يعني يقتنصوا ميداليات ذهبيه في بطوله اعتقد من البطولات الصعبه، لان دايما بيكون فيها منافسين اقوياء من اوروبا تحديدا. فشايف ازاي المنافسه في البطوله دي؟ والله المنافسه كانت قويه جدا، بس الحمد لله احنا كنا يعني عاملين فتره اعداد واستعداد قويه. كنا رايحين طبعا باصرار ان احنا لازم ان شاء الله نكسب ونرجع بالذهب ان شاء الله. ما عندناش خيارات، يعني ما كانش اي اختيار ان احنا ممكن نرجع غير بميداليه ذهبيه الحمد لله. والحمد لله ربنا كرمنا، طبعا توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر، وقدرنا نبقى قد التحدي الحمد لله. طيب محمد، يمكن ناس كتير بتتكلم عن دورة ألعاب البحر المتوسط على وجه التحديد إنها كأنها بطولة عالم مصغرة، هي بس ما بيبقاش فيها اليابان وكده. قول لي بقى كواليس يعني البطولة، وأنت كنت بتستعد إزاي لكل ماتش؟ والله هي البطولة طبعا كانت قوية طبعا. طبعا بطولة زي بطولة عالم مصغرة طبعا زي ما حضرتك قلتي. إحنا طبعا كل ماتش طبعا احنا طبعا عندنا في يعني كجودو كلعبتنا احنا طبعا هتكلم عليها، احنا بنمشي ماتش بماتش. ما ينفعش احنا نفكر مثلا ان احنا هنقابل المنافس ده بعد كده، لا احنا بنمشي طبعا. قبل كده بندرس اللعيبه كلها اللي هتقع معايا في القرعه طبعا بندرسها. في يوم اللعب احنا بنبدا واحد واحد، نخلص ده نبدا نفكر في الثاني هنعمل ايه، هنخش نعمل كذا 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 زي ما اتكلمنا عليه امبارح مثلا، ونقعد ندرس اللعيب ونحط خطه مع طبعا مع المدربين، وبنمشي على الخطه والحمد لله ربنا بيوفق الحمد لله. طيب احنا بنتكلم انه عندنا تاريخ حافر الحقيقه، وخصوصا التاريخ الحديث من لعيبه جودو مميزين جدا. عايز اعرف منك يعني انت كنت فين قدوتك من هؤلاء اللعيبه؟ والله بص، يعني طول عمري بحلم طبعا ده طبعا زي اللي طبعا كابتن محمد علي رشوان اكيد كله العالم كله عارفه. هو اسكندراني زيك ها؟ طبعا. فهو ما شاء الله طبعا بطل العالم وبطل اولمبي، فطبعا ده كان قدوتنا في الاول. وطبعا كابتن هشام مصباح
ورمضان درويش واسلام الشهابي. طبعا رحت المنتخب كنت لسه صغير طبعا، والناس دي كانت ابطال عالم، فكانت بالنسبه لي حاجه كبيره ان انا ابقى واحد في يوم من الايام ان كان يعني ابقى واحد زي الناس دي يعني، والحمد لله قدرت اوصل الحمد لله. طيب انا بس بقى عايز اقول للناس، انت ابتديت امتى لعب علشان توصل النهارده؟ انت عندك كام سنه؟ انا النهارده عندي 28 سنه. وابتديت امتى الجودو؟ لا ابتديت الجودو مثلا عندي حوالي 10 سنين. محمد عبد الموجود الفائز بذهبيه الجودو في دوره العاب البحر المتوسط، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، وبنفتخر بيك وبنتباهى بيك وبكل يعني الشباب والبنات اللي حققوا ميداليات ذهب في دوره الالعاب البحر المتوسط، ومش بس اللي حقق ذهب، اللي شارك ورفع اسم مصر وجابوا نتائج الحقيقه مشرفه ومشرقه، بتدي امل في مساله الالعاب الفرديه. الامل والتحدي اللي انا ادخل بطوله زي ما انت، وعجبني التعبير قوي، هي بطوله مصغره لبطوله العالم فعلا، لان كل الدول تقريبا بتشارك فيها باستثناء كام دوله يعني مش من حوض او من دول البحر المتوسط، لكن هي بطوله فيها منافسات قويه جدا. صحيح. تحديدا في الدول الاوروبيه، لان احنا عارفين مدى تاهيل الشباب الرياضيين، لكن النهارده اثبتت المؤسسه العسكريه بقى تحديدا بالميداليات الذهب اللي بتتحقق في العاب ما كناش بنحقق فيها. خليني اقول لك ان ده مش امر غريب على يعني هذه المؤسسه تحديدا، لان هي بتلتزم بالانضباط وبتلتزم بالالتزام وعنصر الوقت، ففكره اللي انت تزرعي ده في الشاب الرياضي اعتقد طبيعي جدا ان هو يكون النتيجه نتيجه من ذهب.